صباح الخير مره اخرى ليلى. صباح الخير عزيزه. مازال هادشي اللي لابسه لالا اختي، حنا كنشوفوه من قريب زوين بزاف لالا اختي، وهادشي علاش انا سريت على هاد المصممتين اليوم معنا. مصممتين ماشي وحده معنا، سليمه السباعي وفدوه شنوف. مرحبا بكم معنا في صباحيه التزام. مرحبا بكم. اذا انتم تعرفتوا الاكثريه بالمجلات، تعرفتوا اصلا يعني كنشوفوا اللباس ديالكم، ما تنعرفوش الوجوه، شكون هاد وراء هاد اللباسات فوالا ايدي الخفيه. وشناكم مؤخرا في قفطه النور اللي كان في مدينه الرباط، اللي يعني درتي واحد يعني واحد ان سوكسي في داك الديفيلي. الوغ نتعرفوا عليكم والمشاهدين تما في نفس الوقت يتعرفوا عليكم. جيتوا انتما مصممتين كنتوا عايشين في بروكسل في بلجيكا ورجعتوا للمغرب وبغيتوا يعني تبدعوا في القفطه المغربي. اذا كيفاش كتسمى بعد انتما دوز دي كوزين بنت خالتي فوالا بالعربيه بنت خالتي. دونك كيفاش جاتكم هذه الفكره باش ديروا بجوجكم يعني تصميم هادشي ديال الازياء؟ بون هي ديجا حيت حنا مفاهمين دونك سليمه فوالا سليمه افدوا دونك التفاهم اللي بيناتنا هو اللي خلى اننا نبدعوا في هاد المينا، في الاراء ديالي مع الاراء ديالها، وهذه هي الهوايه ديالتنا بجوجنا. اكزاكتومون. سهل انكم كل وحده تعطي فكره من هنا وفكره من هنا؟ تقريبا حيت باش كنتعاونوا نيتو في الاخر كنخرجوا شي لوحه فنيه بحال اللي غادي نشوفوا. نشوفوا العرض الازياء وفي نفس الوقت نتعرفوا عليكم. الوغ انا شفت بان في العرض الازياء ديالكم دايرين واحد كل لبسه عاطينها واحد التشكيله خاصه ديالها، بحال اللي غادي نشوفوا دابا اللي لابسه لمياء لابسه واحد اللبسه ودرتوا فيها الطاوس. علاش فكرتوا في الطاوس؟ هذا كان تحدي بالنسبه لينا. تحدي الطاووس كانت لبسه فيها تحدي، واش غادي زوينه ولا ما غاديش زوينه. وشنو هو التحدي اللي زعما علاش الفكره ديال الطاووس بعدا؟ الطاووس ديجا دار، ديجا اللبسه ديجا تخدمات بليزيوغ فوا، وحنا قلنا انه كيفاش غنعاودو نخدموها، شنو هي الجديد اللي غنخرجوا في الطاووس. هذا هو التحدي اللي كان. حتى درتي الطاووس باللون الازرق ماشي دائما تشوفوا باللون الاخضر. اكزاكتوم. هذا هو شويه على وفيه موج بارز. تبارك الله على تلاميع جات اللبسه كتحمر. ودرنا حنا بغينا نتميزوا بشي حاجه مع القفطان. دوبلور تاع هي درتيها باللون الازرق. ازرق. والاكسسوار حتى هو. وهذاك الشيء اللي تحت شنو هو؟ الجوبون. الجوبون بالمزونا وبالتشيل. الوغ شنو هو الاثواب اللي استعملتيو في هاد اللبسه هادي؟ درتو ساتان دوشيس. تشيل. مزونا. دونتيل دو كالي مخدوم في الجلايين وفي لي مانش. وكلشي بمطروز باليد. اكزاكتومون تو في امان. واللمسه ديالكم في هذا العرض الازياء اللي كنشاهدوا اليوم هو اللي بيجو اللي درتو في الافر فوق الشعر بحال اللي دايره حتى انا. هذاك جاك فينا هاد اللبسه الخضراء، هذوك لي بوند اللي شنا حيت فيها كلها دي بوند، واش هذوك لي بوند مطروزين؟ واش مصوبين هكاك شتو بهكدا؟ كيفاش الخدمه دار في هذا القفطان؟ هذا القفطان الخدمه اللي درت فيه هو الطرز بومبي باليد والزوق ديال المعلم والبيغلاج، هذاك الشيء كلشي مطروز باليد. كلشي باليد. كلشي في امان. الوقت هي هاد اللبسه دات لينا 6 شهور ديال الوقت. 6 شهور بالنهار يعني. 6 شهور ديال الوقت. حيت فيها الغرزه ديال الطرز، غرزه فوق غرزه فوق غرزه من بومبيا فريمون بالسقلي. نعم. غزاله اللبسه تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. البيغلاج اللي كاين على الكم هو لو ميم اللي كاين فوق الشعر. فوق الشعر. ممكن تنشوفوا بالجناب محلوله من الخراط. درتي لها الخراط بالجناب. وبيغلي بالجوهر. هذه الحقيقه ديال الشعر راسها كتهب. وراه هادشي علاش هادشي علاش انايا يعني اصريت باش يكونوا معنا في البلاطو اليوم، حيت دابا حنا في موسم اعراس وزعما تنبينوا للسيدات شنو يقدروا الاختيارات ديالهم واقتراحات، وعلاش لا يشوفوا افكار ياخذوا من عندكم يعني الافكار. الوغ هذا اللون البرتقالي درتي مع اللون الاخضر توا جا كيحمق توا، كلشي مقدوم باليد تنظن. هذه اللبسه كلها مخدومه ببيغلاج موزونا وبالعقيق وبالجوهر. لا طوموس هاد العام ليلى البيغلاج بزاف كاين صابغي كلشي صابغي كيعطي واحد المعه زوينه للبسه لا بريون. سمحي لنا عملوا لوحه فنيه بهاد الشكليه، خدينا منها الافكار وخرجنا داك. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. كيف قلنا قبيله باقيين حنا في موسم الاعراس، هادشي علاش حنا باقيين عندكم ليكم مفاجات
في هذا العرض. الوغ هذا لو ستيل هذا اللي لابسه لميا سي اون جوك والفوقاني ديالو جات لبسه موديرن موديرن نقولوا اخت العروسه مثلا نقولوا اخت العروسه ستان دوشيز او تول وفيها لي زابليكاسيون ديال لي زورغونزا سي ترافاي اون فلور هي بحال اللي خديتي ورده من شي جاردان وحطيتيها واو ديجا لميا جات بحال ورده تبارك الله ليسبيراسيون اكزاكتومون بحال شي ورده هذا ونضمت هي متروزه ومبيرلي وفوالا فريمون في صاله رومانيه. كيفاش كتجيكم يعني الافكار بجوجكم بانديتكم كتختاروا الثوب عاد كتشوفوا الخدمه اللي غتكون ولا كيفاش تديروا؟ كنختاروا الثوب هو الاول ومن خلال ملي كنجلسوا مع بعضياتنا كنشوفوا في الثوب كنبقاو نتناقشوا فيه وهذيك الساعه سليمه كتقول لي كيفاش غادي نبدا وشنو غادي نديروا وانا عاود كان هي المقاس انا ما نقص هي المقاس انا جو في لو ديزاين بلوتو تنصمم اللبسه وهي كتفصل هي كتنفذ حتى كنكملوا هذيك لاطوني دونك نبقاو في الالوان وفي هذه اللبسه هذه كلها بموزونه تنظن الفوقاني ديالها هذا الثوب كله موزونه والتحت ساتان دوشيز مخدوم كله بالتنبات موزونه وفي الظهر ديالو هذيك الحمراء بحال بيستي وفي الظهر ديالو كاين على شكل بيراميد شنو لي بيراميد الخدمه ديالها جات على شكل بيراميد وفيها شي جوبون فيها جوبون يعني شوكه في البيراميد باش تبان اكثر تبان تبارك الله عليكم زعما عندكم واحد اللمسه ديالكم خاصه بكم تنلقاوها في هذه اللبسه هذه كتحمر لا هذه لبسه يعني ديال العروسه خرجت من العروسه انتم معروفين بعدا بالسلهام ما جبتوش السلهام دابا كاين الصاب ولكن في البرد كتلبسوا كديروا اللباس ديالكم بالسلهام بالسلهام سلام كيعطي واحد الاناقه واحد الشيطانه سلطانه سلام تيجي فوق اللبسه في الدغ اهم تبارك الله هذه اللبسه هذه العروسه جات كلها كترتي درتي فيها بزاف ديال الشغلات ديال الشونطون وبروكار في لا جوب ولو تول مخدوم بالبيرلاج البيرلاج تاعو كياخذ الوقت بزاف بيان سور حبه حبه هذه اللبسه تبارك الله ولا فرق هذاك البيرلاج اللي عندها هنايا راه غتعمر اللبسه كلها غير جمعناها فاش كتبغي بحال السيده تصوب لبسه تنصحوها ولا تتخليوها هي تختار ولا كيفاش كيوقع؟ كنصحوها وكنخليوها حتى هي تختار باش نشوفوا هذاك الشيء باش الذوق ديالها مع الذوق ديالنا نمشي نشوف اللبسه ديالك ليلى نشوف اللبسه ديالك هذه اللي عجبتني ولكن حتى اللي شفتها تبارك الله عليكم الله يبارك فيك وخا جاتني شويه قصيره يمكن لا تخي جميله هذه حيت لبسات ليلى زادت فيها زادت فيها اللبسه ديالها تبارك الله لا شنو لي ديتاي ديال هذه اللبسه تبارك الله هذه فيها اربعه ديال لي تيشيو عندنا ساتان دوشيز عندنا موزونا عندنا تشول عندنا موسلين اللي هو الفوق وموسلين كله ابليكي بدونتيل دو كالي وبيرلي وهذاك الشيء لاصق وكله اون سول بيس وخفيفه يا كالي خفيفه جات بحال اون غوب كلها اون بيس هذه فاصلة ابي وحتى داك لو بتي بوندو اللي درتي في الراس ديال الشيء تبارك الله عليك سنتي ليلى باقي اخر لبسه هي المفاجاه ديال ياك غادي نشوفها الصباح ديال الصباحيات ان شاء الله سوقتينا شنو هاد اللبسه هذه اذا لا كرياسيون ديال سليمه السباعي في دوا شنو في هذه المفاجاه ديال الصباح صباحيه لي برانسيس فوالا دونك هذه اللبسه اللي قلت لكم عليها اللي فيها السلهام تبارك الله كي تنشوفوا السلام العروسه بون غادي تكون خصها فريمون تكون العروسه قاد على هذا السلام حيت ماشي ساهل باش تجر مع هذاك تبارك الله هذاك الثوب شحال فيه بعدا من متر هذاك هذا فيه 16 متر 16 متر هذا الثوب لورغانزا كله مخدوم كله طروز كله مطروز ومنبت ودك الكسوه سي جات بريشتي كلها مخدومه حتى هي بيرلاج وبالجوهر جات هكا تحبينا جات لي هذا السلام لبساتو لينا نبيله شهاب بطلة ديال الفولي الايطالية في الطاليان لبساتو لينا في ديفيلي قفطان نور قفطان نور
تنوجه لها التحيه من نوجدوا لها التحيه وتنوجدوا التحيه حتى للهدى الفلسطينيه اللي كانت يعني معكم وعاوناتكم وساندتكم عاوناتنا تعبات من اجل الاخر يعني تعبات من اجلنا ومن اجل المصممات اللي كانوا كنت تنسلموا على المصممين كلهم اللي كانوا في ديك العطله تنشكركم بزاف على تلبيه الدعوه شكرا ليلى نتمنى لكم التوفيق في هذا الميدان ليلى ميرسي شكرا شكرا ومرحبا بكم شكرا لك ليلى على هذه المتعه اللي عشنا معك هكذا لو بليزير دي زيو طبعا اكيد السيدات كيتسناو هذا الموعد هذا باش كيستلموا منه خصوصا الناس اللي مقبلين على الاعراس